وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة هو الكابتن خالد بخيت نجم النادي الأهلي السابق لكرة السلة. انضم إلى ناشئ النادي الأهلي وهو أقل من 16 سنة، وحقق العديد من البطولات مع المارد الأحمر، واحد من اللاعبين الكبار اللي عملوا مجهودات كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير مع كابتن خالد بخيت نجم الأهلي السابق لكرة السلة عشان نعرف أسرار بطولاته، ومن بعده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة في ضيافة البيت الكبير. بدايتي أصلا كانت وأنا صغير، كان في التلفزيون الأبيض وأسود ده عشان اختيار الباسكت بالذات، فكان في ماتش كان وأنا يعني صغير جدا، كان في كابتن ماتش ما بين الجزيرة تقريبا ومش فاكر الفرقة التانية ايه، وكان في كابتن سيد توفيق وكابتن شرف. عجبني قوي الأداء بتاعهم والكنترول على الكورة، وده يعني اتخزن جوايا بحيث يعني لما بعد كده ان انا كان اختيار الكرة السلة. وانا صغير دخلنا مركز شباب الجزيرة، فكل اصدقائي طبعا راحوا، اللي راح الكوره واللي راح الطايره، انا اخترت كره السله ورحت واتدربت هناك على ايد الكابتن اسامه السيد، وكان تحدي غريب جدا. انا كنت بشوف قبل ما اخش عشان اتمرن ان الناس بتحط الكوره في الباسكت سهله بيشوطوا وبتاع، فدخلت بصيت لقيت بقى انا يعني هعمل زيهم بقى، فبحذف الكوره ما بتجيش، بعمل كده ما بتجيش، فده خلى عندي في تحدي، هو ازاي الكلام ده يحصل يعني؟ طب والناس دي بتجيب ليه ازاي الباسكت وانا لا؟ ومن هنا ابتديت اتدرب زياده. جه نبيل اخويا بقى، كان قصه تمتلي النادي الاهلي، كان نبيل اخويا دخل النادي الاهلي. انا كنت قصير جدا، ونبيل كان بطوله من هو في ثالثه اعدادي. هو جابني بعد كده النادي الاهلي، وكان مدرب ما انساهوش ليه افضل عليا كتير قوي، اللي هو كابتن نبيل مرسي. ابتديت معاه تحت 16 سنه، وفضلت في الناشئين بتنقل يعني. بس كان في واقعه كده افتكرها، ان كان كابتن نبيل مرسي ساب النادي وانا طلعت 18 سنه. جه مدرب، المدرب ده قال لي تعالى، مدحني بعد التمرين، فرحت له فقال لي بص انت ما ينفعش تلعب باسكت، انت حاول ان انت تروح تلعب فولي او هاندبول، مع ان انا كنت جسمي صغير ازاي فولي وهاندبول مش عارف يعني. الافضل ان انت يعني تشوف دراستك وبطل رياضه. بعدها لعبت فولي شويه في نادي الجزيره. رجع بقى كابتن نبيل مرسي، اول ما سال عليا، كان سأل أخويا قال له هو فين خالد؟ قال له ده ماشي، قال له لا هاتهولي. جيت بعد كده لعبت معاه تحت 20 سنة، تحت كان 19 سنة، كان السنة دي كان المفروض إن هي 20 خلوها 19. معاه في السنة دي إحنا لأول مرة نكسب بطولة جمهورية ناشئين، ودخلت منتخب مصر تحت 19 سنة وبطولة أفريقيا في أنجولا. وفي نفس السنة دي برضو اختارني الكابتن حسنين عمران ان انا العب في الدرجة الاولى مع النادي الاهلي. فانا طبعا ما انساش الفضل بتاع كابتن نبيل مرسي، وهو ليه وقعة تانية بعديها فرق معايا جامد يعني. لعبت مع في الدرجة الاولى النادي الاهلي مع كابتن حسنين عمران، اللي هو حسنين عمران، واتدرجت دخلت بقى منتخب مصر سنة 79 وانا صغير. من اصعب البطولات اللي احنا اللي فاكرها مع النادي الاهلي، وكان كمان كان في ماتشات صعبه. انت عارف طبعا ان النادي الاهلي الجمهور ما بيقبلش غير بالمركز الاول، كان كاس مصر، وكنا في السيمي فاينل بتاع كاس مصر، وكنا بنلعب الجزيره، وكنا مغلوبين فرق 17 بوند. وجه كمان للاسف طارق الغنام كان عنده اصابه وما قدرش يكمل الماتش، والحمد لله ما بين الشوطين قدرت ان انا يعني احفز اللعيبه ونبتدي نشتغل على سيستم مختلف يعني، والحمد لله كسبنا السيمي فاينال فارق 7 بونت، ولعبنا الزمالك في الفاينال، ورجع ساعتها طارق الغنام وعمل ماتش ممتاز جدا، وقدرنا ان احنا نكسب الفرقه برضه.
كل الماتشات دي كان الفرق بتلعبنا بمحترف واحنا ما عندناش محترف، وكمان في اصابات. يعني من ضمن الماتشات اللي انا مش ممكن انساها كان هنلاعب الزمالك على ملعبنا، وكان الزمالك بكامل نجومه وفي المحترف، وانا كان عندي الخمسه الاساسيين مصابين. في واقعه انا ما انساهاش بصراحه للكابتن عمرو فاروق. فانا كان كل تفكيري ان انا الماتش على ملعبي وفي حضور الجمهور، وزمان كان الفرقه ما كانش فيه الروتيشن اللي بيتعمل، وكان انت لو غاب عنك لعيب واحد ممكن مميز تقدري يعني تخسري، فما بالك اللي انت الخمسه الاساسيين. فكلمت كابتن سمير عبد ربه فبقول له يعني يا ريت ان ما فيش حد من اعضاء مجلس الاداره يجي، لان انا كاهلاوي ما احبش ان حد من اعضاء مجلس الاداره يجي واحنا نخسر يعني. ف انتوا الظروف كذا 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 كذا. فوجئت بعد كده بالكابتن عامر فاروق بيكلمني في التليفون، انا مش فاكر انا كلمته او هو كلمني، مش فاكر بالظبط يعني. عشان فقال لي ايه الاخبار، قلت له يا كابتن بلاش تحضر علشان خاطر الوضع كذا كذا وفي خمسه مصابين عندي الاساسيين. فلقيته بيقول لي حاجه غريبه قوي، لقيته بيقول لي لا انا هحضر وان شاء الله هنكسب. الموضوع ده خلاني انا مستغرب يعني، يعني في اللحظات اللي زي دي اي واحد، بس ده علمني ان النادي الاهلي ليه مبادئ وليه، ومش اي حد بيخش النادي الاهلي يعني عشان يقود النادي الاهلي. هو في الحقيقه اصل النادي الاهلي هو يعني هو الجمهور، يعني جمهور النادي الاهلي هو احنا كلنا بنشتغل، سواء لعيبه اجهزه فنيه مجلس اداره، علشان نرضي النادي الاهلي، هو جماهير النادي الاهلي. هو عامل علينا ضغوط، بس الضغوط دي ممتازه يعني، الضغوط دي هي اللي بتخلي النادي الاهلي صاحب الانجازات. اللي هو انت المركز الثاني بالنسبه لك خساره، فانت لازم يعني تحقق مركز اول، والجمهور ما بيرضاش غير بالكلام ده. فانت بتطلعي بقى، انت بتمسكي في اي بوزيشن في النادي الاهلي وانت عارفه ان انت لازم تاخدي اول، وبتطلعي كل حاجه جواكي علشان خاطر تكسبي، عشان ترضي الجمهور. ده ليه افضل علينا كتير صراحه يعني، لغايه دلوقتي الواحد بيروح في اي حته رغم ان انا مبطل بقالي كتير قوي، وتلاقي الناس برضو كابتن خالد مش عارف ايه. انت لما بتروحي في اي حته وتقولي انا فلان الفلاني من النادي الاهلي، الجمهور بيحب الكلام ده جدا وبيبتدي يرحب بيكي جدا. فبصراحه مهما عمل الناس في جوه النادي الاهلي مش هيوفوا الجمهور حقهم، لان هو رغم يعني في كل زله بيحصل دروب الجمهور بيقف ما بيهاجمش. وخصوصا يعني بصراحه الظروف النادي الاهلي فيها الفتره اللي فاتت دي اصعب ظروف حصلت في تاريخ النادي الاهلي، ورغم كده الجمهور ساند النادي الاهلي فوق الوصف. فاحنا عايز اقول له احنا كلنا عايزين نساعدك، جميلك على راس كل اللي موجودين في النادي الاهلي، وبنتمنى دعمك كده على طول باذن الله.